ما هي أسباب القوة عند شيخ الإسلام؟ بحث العلماء ونظروا في ترجمة الشيخ الإسلام، قالوا أمر واحد وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. تنظر في زمن شيخ الإسلام، تنظر في زمن ابن القيم، الأئمة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وتنظر في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعني كان في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هو أعلم وأحفظ من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكن الله سبحانه وتعالى رفع هذا بماذا؟ بكثرة الحفظ، كثرة العلم، كذا كذا كذا. لا، أهم شيء هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ابن الجوزي عفى الله عنه وعنه أراد أن يكتب وصية لابنه، وكتب هذه الوصية وأطال في الوصية، وفي نهاية الوصية كتب: وألخص لك هذه الرسالة في كلمتين. يعني هذه النصيحة كاملة ألخصها لك في كلمتين حتى ترتاح. في ماذا؟ قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. بماذا؟ قال: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا قال شيخ الإسلام: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فهذه يعني أهم أمر في الهداية، أن نبدأ بالتوحيد، نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا، أي بذلوا غاية الجهد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: فينا، أي إخلاص. ما النتيجة؟ النتيجة جاء الوعد من الله سبحانه وتعالى: لنهدينهم، أي والله لنهدينهم سبلنا. ولهذا خديجة رضي الله عنها عندما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الوحي في غار حراء، جاء خائفا عليه الصلاة والسلام، فقال: يا خديجة، إني خشيت على نفسي. قالت: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبداً.